السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم منصور الشاطي من قناة سبورت الكويت، ينقل لكم مباراة ما بين فريقين نادي التضامن الرياضي ونادي اليرموك الرياضي ضمن دوري الصالات الكويتي 2018-2019، الجولة 17 على صالة فجحان حلال المطيري بنادي القادسية في يوم الأحد الموافق 10/3/2019. طبعا يدخل نادي اليرموك اليوم وهو بالمركز الثالث برصيد 20 نقطة في دوري الصالات الكويتي، أما فريق نادي التضامن وطبعا هذه كرة كانت خطرة من طبعا لاعب نادي اليرموك ديفيد مورا. إذن نادي التضامن يدخل وهو متذيل دوري الصالات. طبعا اليوم التضامن يعني هو متذيل دوري الصالات الكويتي. إذن على يمين الشاشة نادي اليرموك طبعا بحراسة المرمى أحمد جابر ومساعد الخضاري وراضي الحمدان وديفيد مورا وبيدرو، محترفين برازيليين ضمن صفوف نادي اليرموك. أمن نادي طبعا التضامن سليمان كنجوني في حراسة المرمى وعامر الهاجري ومحمد الحمادي وسعد صالح وعبد الناصر الشطي الخمسة المتواجدين على أرضية الملعب، وهذه تسديدة قوية من عبد الناصر ويردها مرة ثانية أحمد جابر. إذن مساعد الخضاري وراضي الحمدان وعبد العز عبد المحسن مشيبه ومشاري المزيعل وفهد غالب وديفيد مورا وجراح الناصر وحمد حياة الكابتن وصالح الحمادي، وهذه تسديدة من مورا. صالح الحمادي ومهدي بوشهري وأحمد جابر وعبد الرحمن الشمري، نجيب عادل ومدرب الفريق دودة طبعا ضمن فريق تشكيلة نادي اليرموك. أما التضامن عبد الله عبد الصمد وأحمد السعود وسعد مرلي وعامر الهاجر وعبد الناصر الشطي وناصر الرشيدي كابتن فريق وسليمان كنجوني حارس وعبد العزيز الحسيني وطبعا سعد صالح محمد الحمادي وعلي الصدي وحسن أبو وثامر المطيري وخالد المطيري. إذن نستأنف المباراة بعد ما قلنا الأسامي وطالت عليكم. إذن بيدرو مع الكرة، ياخذها بيدرو، يحاول بيدرو، يحجزها بيدرو وتطلع ركلة إدخال أوت لصالح نادي اليرموك. موري مع الكرة توصل إلى راضي إلى بيدرو مرة ثانية إلى مورا ديفيد مورا، لكن يغطي عليه ويقطع هذه الكرة ولكن تطلع لصالح نادي اليرموك إلى بيدرو وتروح إلى سليمان كنجوني أمامية طويلة توصل كرة إلى عبد الناصر يأخذها منه بيدرو مع الكرة يحاول ومورا بناحية اليمين ولكن يغير رايه إلى مورا مع الكرة توصل مرة ثانية إلى الحمدان يحاول يسدد وتصطدم وتطلع إلى طبعا أوت لصالح نادي اليرموك. ركلة إدخال لليرموك، بيدرو مع الكرة وراضي إلى بيدرو مرة ثانية، بيدرو مع الكرة يحاول يعدي المحترف البرازيلي وحاول يسدد ويطلعها طبعا سعد صالح وإلى ضربة ركنية لصالح نادي اليرموك اللي يعني نقول انه كانت له تسديدتين في بداية المباراة، ولكن هذه الكرة الثالثة وكورنر لصالح نادي اليرموك. ركلة زاوية وطبعا دودة مدرب نادي اليرموك ظاهر بالشاشة و تلعب الكرة مرة ثانية إلى مورا يسددها ولكن تطلع إلى ركلة مرمى لصالح نادي التضامن. سليمان كنجوني إلى عبد الناصر الشطي أمامية بيسارة ولكن يقطعها مرة ثانية ياخذها سعد المري توصل إلى عبد الناصر مع الكرة إلى سعد أمامية وانتو ولكن ياخذها مرة ثانية ولكن وين خلفية
الكرة كانت وراء ظهر اللاعبين، طبعا تطلع إلى ركلة إدخال لصالح نادي التضامن في طبعا أول 3 دقائق يعني على بداية الشوط الأول. لحد الحين النتيجة 0-0. تلعب الكرة مورا، بيدرو مع الكرة، يحاول بيدرو إلى ديفيد أمامية يأخذها، طبعا الحمدان إلى مورا، يحاول يسدد وتوصل إلى مساعد وترد مرة ثانية إلى مساعد ويخليها مساعد إلى ركلة إدخال إلى أوت لصالح نادي اليرموك اللي في 3 دقائق الأولى. لحد الحين نادي اليرموك يحاول يستحوذ، يحاول ينقل الكرات، يحاول يسدد ويحاول أنه يسجل هدف في 3 دقائق الأولى. بيدرو مع الكرة إلى مورا، ولكن تطلع إلى ركلة إدخال مرة ثانية، وتلعب من بيدرو إلى مورا ويأخذها عبد الناصر، وهجمة مرتدة، ويحاول عبد الناصر ونشوف هالهدف، هدف، ولكن يطلعها مورا. يا سلام عليك يا عبد الناصر الشطي، عبد الناصر الشطي حاول يسدد هذه الكرة، ولكن المحترف اللي في صفوف نادي اليرموك البرتقالي مورا يطلع هذه الكرة، توصل إلى ركلة إدخال لصالح نادي التضامن. تلعب الكرة، توصل سعد صالح إلى عبد الناصر إلى المري، مرة ثانية يأخذها مورا، وبالخطأ مرة ثانية ترد إلى مورا بالجول، جول، ولكن تصطدم وراحت منك يا مساعد، راحت منك يا مساعد الأخضاري اللي ظاهر بالشاشة، يعني سددها هو الجول، ولكن اصطدمت بالقائم وطلعت إلى طبعا ركلة إدخال لصالح نادي التضامن. تلعب سليمان كنجوني أمامية، توصل ولكن تروح، والطول من لاعب نادي اليرموك أو التضامن عبد العزيز الحسيني. دخول فهد غالب وحمد حياة وبيدرو مع الكرة، فهد غالب، راضي الحمدان على ناحية اليسار، يحاول يسدد لكن تروح، راحت منك يا راضي، راحت منك، ولا غاية الحين لا شيء للفريقين، ما في أهداف، ونتمنى نكون فيها أهداف. صحيح أن اليرموك في المركز الثالث ومتذيل ترتيب نادي التضامن، ولكن في يعني ممكن نشوف أهداف، ممكن نشوف يعني لعب ما بين الفريقين. إذن بيدرو توصل الكرة إلى مشاري مزاعل، مرة ثانية الطول تروح إلى ركلة إدخال، ركلة إدخال لصالح نادي التضامن. طبعا حكم مباراة اليوم وحكم أول طبعا عبد العزيز الصراف، وحكم ثاني ياسر مقصيد، وحكم ثالث خليفة خدادة، والميقاتي طبعا العنصر النسائي فجر اللغاني، ومراقب مباراة اليوم ومقيم الحكام فيصل الشطي. وطبعا احنا ملامين يعني تأخرنا في أسامي طبعا الحكام، ونشكر الاستوديو التحليلي بقيادة خالد العتيبي ومحلل المدرب الوطني حمد العثمان ونايف شجاع والخبير التحكيمي عادل الشطي. أنت اللعب الكرة توصل بناحية اليسار، توصل وتنقطع لصالح نادي التضامن. علي الصدي، وهذا حمد 5 دقائق الأولى طبعا على بداية الشوط الأول، و15 دقيقة باقية، 15 دقيقة على نهاية الشوط الأول. إذن فهد يلعب هذه الكرة، توصل تلعب ويسدد من مشاري المزاعل، استلمها بشكل حلو وافتر بشكل حلو وسددها بشكل جميل، ولكن نبي الكرة بالجول بالشباك، سواء من نادي التضامن أو نادي اليرموك. وفي لمسة يد على طبعا فهد غالب، تلعب كرة توصل أمامية عبد العزيز الحسيني، ولكن تطلع إلى ركلة إدخال
لصالح نادي اليرموك. اللعب حمد كابتن الفريق وطبعا نادي اليرموك والمنتخب الكويت الوطني يحاول يعدي يحاول يمرر توصل الى مزيعل الى بيدرو المحترف البرازيلي يحاول يعدي ولكن يمنع احمد سعود توصل مره ثانيه فهد غالب مع الكره فهد غالب الى بيدرو بيدرو يحاول يعني نحتاج هذه السرعه نحتاج هذه التسديده نحتاج هذا الجول ولكن سليمان كنغوني مع الكره توصل احمد سعود أمامية بناحيته طبعا إلى عبد العزيز حسيني توصل الكرة إلى سعد المري أحمد سعود مرة ثانية إلى عزيز إلى المري ولكن تنقطع وتوصل ولكن في خطأ في خطأ طبعا على طبعا سعد المري إذن تلعب الكرة ديفيد مورا توصل أحمد سعود يأخذها من أمام طبعاً ولكن في خطأ في خطأ طبعاً على لاعب نادي اليرموك نشوف هذا الخطأ نشوف طبعاً سحبه طبعاً مشاري مزيعل سحب لاعب نادي التضامن أحمد العنزي سعود العنزي إذن تلعب الكرة يأخذها بشكل جميل طبعاً ويحاول المري يسدد هذه الكرة ولكن في خطأ في خطأ ثاني طبعا على المزيعل في خطأ نشوف لاعب النشط سعد المري هذا سعد المري الظاهر بالشاشة طبعا نشوف طبعا في خطأ وفي دفع طبعا من اللاعب شاري المزيعل تلعب الكرة توصل أحمد سعود إلى علي الصدي ويطلعها مشاري يطلعها إلى طبعا كورنر حارس المرمى احمد جابر حارس مرمى نادي اليرموك هذا احمد الظاهر بالشاشه اذا كورنر تتنفذ ياخذها طبعا احمد سعود الى سليمان كنغوني اماميه بالراس ياخذها عبد العزيز الحسيني عبد العزيز الحسيني ولكن تقطع الى مورا مع الكره يحاول مورا يهدي بخبرته يعني يحجز الكره ياخذها ويفتر ولكن الى ركله ادخال لصالح نادي اليرموك توصل الى نجيب لكن توصل الكره الى سليمان كنغوني على طول الى احمد سعود الى المري مع الكره اماميه ولكن وين من يعني بعيده من غير تركيز في هذه الكره نجيب مع الكره توصل الى ديفيد مع الكره يسدد بمورا ولكن سهله بيد سليمان كنغوني توصل الكره من الحارس الى الحارس الى احمد جابر توصل الى نجيب عادل نجيب مع الكره نجيب إذا فهد إلى مورا أمامية توصل ويسدد ونشوف ما في المتابعة بعيدة كانت طبعا من جراح الناصر طبعا لاعب سابق لنادي العربي واليوم في طبعا صفوف نادي اليرموك ويلعب مع نادي اليرموك هذا أحمد سعود يحاول إلى فهد غالب تنقطع توصل مرة ثانية إلى فهد إلى ديفيد فهد مرة ثانية ويا الكرة فهد يحاول ولكن يطلعها ناصر الرشيد اللي توه داخل مورا مع الكرة يحاول توصل إلى جراح الناصر ولكن يطلعها سليمان كنغوني طبعا تصطدم ونشوف قرار الحكم طبعا في ركلة إدخال لنادي التضامن ناصر كابتن فريق نادي اليرموك ما توصل الكرة إلى عبد الله عبد الصمد تلعب الكرة نجيب عادل إلى ديفيد مورا مع الكرة يحاول يتقدم ديفيد إلى نجيب عادل إلى ديفيد مع الكرة ديفيد يراوغ ديفيد يسدد وبالجول
جراح الناصر، الهدف الأول لصالح نادي اليرموك من كرة حلوة، كرة ثلاثية ما بين تناقل لاعبين نادي اليرموك. هذا أمورة مع الكرة، يحاول يعدي، يحاول وخدع الكل، حاول إنه يسدد، ولكن طبعا جراح الناصر الهدف الأول الشخصي، هدف الأول في المباراة. طبعا هدف أول يعني نقول عنه مريح لنا كلنا، واحد مقابل لا شيء في الدقائق الأولى، في الدقائق الأولى تلعب الكرة وتوصل إلى عبد الناصر. طبعا في الدقيقة 10 الهدف الأول لصالح نادي اليرموك عن طريق جراح الناصر، وهذه التسديدة ولكن تروح من ناصر، من ناصر الرشيدي كابتن فريق نادي التضامن. إذا تلعب الكرة توصل إلى ديفيد مورا، يحاول ديفيد مورا، نبي تحلو المباراة، نبي تكون أسرع، إلى جراح صاحب الهدف، إلى ديفيد مرة ثانية، إلى نجيب عادل، ترد مرة ثانية إلى ديفيد مورا، مورا إلى توصل الكرة، تلعب الكرة إلى نجيب، نجيب معاه، وهذه تبادل النقلات وهذه التسديدة، ولكن وين راحت؟ راحت طبعا راحت من ديفيد مورا، دافيد. إذن تلعب الكرة، توصل الكرة إلى ناصر، يأخذها مرة ثانية إلى عبد المحسن مشيبة، إلى ديفيد، ديفيد مورا إلى عبد المحسن، يحاول يسدد، يسدد بالجول، الله، راحت منك يا عبد المحسن. كرة حلوة، تسديدة حلوة، مرور حلو، تقدم حلو، نشوف هذا المرور ونشوف التقدم والتسديدة أحلى، ولكن القائم، القائم يعني كان ند وصد على عبد المحسن مشيبة. إذا تلعب الكرة، نشوف المرتدة مرة ثانية من ناصر الرشيدي، ولكن تطلع إلى ركلة مرمى لصالح نادي اليرموك. ديفيد إلى عبد المحسن صاحب التسديدة الحلوة اللي راحت، توصل إلى نجيب عادل، بيدرو، بيدرو مع الكرة، بيدرو، بيدرو نبي يمتعنا، نبي نشوف لمحات من بيدرو المحترف البرازيلي، تسديدة من بيدرو، ولكن توصل مرة ثانية إلى نجيب عادل ويسدد وترد مرة ثانية ويطلعها بالراس، توصل كرة إلى عبد الناصر، ولكن الطول من عبد الناصر إلى ركلة إدخال طبعا لصالح نادي اليرموك. نجيب عادل، حمد، حمد حياة، حمد يتقدم، يعرض، ولكن تطلع إلى كورنر، زاوية، ركلة زاوية لصالح نادي اليرموك. هذا حمد حياة طبعا كابتن الفريق، وتلعب الكرة وتوصل إلى بيدرو، بيدرو يعرض، الله، راحت كرة حلوة لو كانت في الجول، كرة حلوة لو كانت في الجول من حمد حياة في هذه اللعبة، ولكن طالت راحت بعيدة فوق يعني، وراح منهم هدف ثاني. هذا حمد، هذا حمد، يعني كرة كانت حلوة يعني من بيدرو، عرضية بيدرو. إذن حمد حياة مع الكرة توصل إلى نجيب عادل، نجيب، نجيب إلى حمد مرة ثانية، يحاول، يحاول وترد مرة ثانية إلى نجيب، ولكن إلى بيدرو، بيدرو، بيدرو مع الكرة، عبد المحسن مشيبة ويسدد، هذه الكرة تصطدم في عبد الناصر الشطي وتوصل إلى كورنر، كورنر. طبعا سليمان كنجوني حارس المرمى، وأحمد جابر اللي ماهده، أحمد جابر يعني هو صحيح حارس ولكن مكشوف الملعب له، واضح الملعب بالنسبة لحارس المرمى، يوجه لاعبينه، يوجه الموجودين، يشوف أي واحد فاضي، يشوف أي واحد يقول له أمسك الفلان وأمسك، طبعا لا تخليه حتى، لأن السبب أن الملعب مكشوف بعيون حارس المرمى. تلعب الكرة، نوصل، توصل إلى سليمان كنجوني أمامية، داخلها بوشيبة بالرأس، وطلعت كرة مشتتة يعني من نجيب عادل. طبعا تلعب الكرة، وطبعا حكم المباراة طبعا يقول طبعا في طبعا
ركلة، طبعا ركلة ركنية وتتواصل وتتسدد من نجيب عادل، من نجيب، ولكن راحت يعني كانت كرة قوية، فكرتها حلوة، ولكن هذه تترجم بالأهداف، تترجم بالأقوال. يعني الهدف اليتيم يبي له هدف طبعا يترجح ويزيد السكور والنتيجة. وهذا عبد الله عبد الصمد يتكلم، وطبعا مع لاعبينه ولا تحرك، ولاعب خبرة في صفوف أربع فاولات طبعا على اليرموك وفاولين على التضامن طبعا، وتلعب الكرة وإلى عبد الناصر، وتوصل الكرة حبت حياتي بشكل حلو وممتاز، ياخذها الحمدان، وهذا الخطأ الخامس، طبعا على نادي، طبعا هذا الخامس أو الثالث على التضامن، الثالث على التضامن، ويرموك أربعة، ولحد الحين ما وصلنا العشر أمتار. حمد حياث بالتنفيذ، يسدد حمد يحاول يسدد، ولكن تضرب في عبد الله عبد الصمد، وتوصل الى بيدرو. اذا لغايه الحين واحد مقابل لا شيء، والنتيجه قريبه، وممكن يضيف الا الهدف الثاني نادي اليرموك، ويمكن يتعادل بكره مرتده نادي التضامن. اذا ركله ادخال طبعا توصل الى حمد حيات، الى مساعد، الى راضي كانت قويه بعيده ما وصلت لي حمد حيات. اذا تلعب، يا سلام عليك يا عبد الله عبد الصمد، لو انها كانت ما طلعت، يعني كانت على الخط، وفكرتها كانت جميله من عبد الله عبد الصمد، ولكن اوت. بيدرو مع الكره، وعامر الهاجري امامه، بيدرو يا سلام يحاول يعرض هذه الكره، ولكن ياخذها سليمان كنقوني مع الكره، توصل تلعب الكره ومضغوط عليه طبعا خالد المطيري اللي توه داخل، توصل الى مساعد، ولكن طول من مساعد، راحت من مساعد، يعني كان ممكن يلعب السهل مساعد ويستلمها بشكل يعني اسهل، كان قادر انه يستلم هذه الكره، ولكن طلعت الى ركله ادخال لصالح نادي التضامن، توصل تلعب الكرة، محمد الحمادي، عبد الله عبد الصمد، توصل مرة ثانية إلى راضي، وطبعا يطلعها محمد الحمادي من نادي اليرموك، يطلع هذه الكرة إلى طبعا بيدرو بالتنفيذ، يحاول ولكن في تأخير طبعا من بيدرو، وغير هذه اللعبة لصالح نادي طبعا التضامن. ناصر الرشيدي ينفذ الخطأ، توصل مرة ثانية إلى عبد الله عبد الصمد، توصل مرة ثانية إلى مساعد، ويقطعها ناصر أمامية، وهذا عبد الله يجيب التعادل بالجول، جول، لكن راحت منك يا عبد الله عبد الصمد، الفكرة كانت حلوة، الفكرة كانت جميلة من طبعا نادي التضامن، توصل الكرة إلى مساعد إلى فهد غالب، مرة ثانية إلى بيدرو مع الكرة يحاول يعدي، ولكن توصل مرة ثانية إلى راضي الحمدان، ومضغوط من عامر الهاجري، ياخذ الكرة عامر الهاجري أمامية إلى عبد الله عبد الصمد، ولكن يطلعها بشكل جميل، مساعد الخضاري يطلعها من أمام عبد الله عبد الصمد، اللاعب السريع، اللاعب الشقي، اللاعب اللي يحاور، اللاعب اللي يعني ما يتهون بالكرات، إذا تلعب عامر، ولكن تصدم في راضي حمدان إلى ركلة إدخال للتضامن. ناصر رشيدي مع الكرة ينفذ هذه الكرة، توصل الكرة إلى ناصر طبعا كان من محمد الحمادي، ولكن طالت بعيدة على ناصر الرشيدي. بيدرو مساعد
بيدرو ناحية اليمين يحاول طبعا توصل الى فهد غالب وترد مره ثانيه الى مساعد ومحمد يعني يحاول محمد الحمادي يحاول في هذه اللعبه. اذا في وقت مستقطع يطلبها طبعا مدرب نادي التضامن حاتم. طبعا اليوم طبعا حاتم يعني مدرب حراس وهو اليوم ماسك نادي التضامن، وطبعا دودة مدرب قدير في صفوف نادي اليرموك اللي اليرموك اليوم هو في المركز الثالث ب 20 نقطة. وطبعا 23 أو 20 نقطة لليرموك، وطبعا المركز الأول للكويت ب 39 وكاظمة 36 نقطة واليرموك 20 والقادسية 20 اللي خسر مباراة اليوم، والعربي 17 والسالمية 11 والتضامن لا شيء من النقاط طبعا. واليوم لغاية الحين هدف لصالح نادي اليرموك عن طريق جراح الناصر المنتقل من نادي العربي إلى نادي اليرموك، واليوم هو صاحب الهدف والهدف يتيم ويحتاج له هدف، يحتاج له هدف سواء كان من اليرموك أو التضامن. يعني لغاية الحين المباراة حلوة ما بين الفريقين، أداء يعني نقول عنه جيد جداً. طبعا دخول الفريقين المباراة طبعا يعني نادي التضامن يعني يحاول انه يعني يجاري نادي اليرموك ويحاول انه يعني نقول يستمتع في المباراة. يعني صحيح هو متذيل الدوري ولكن يعني يبي يحافظ على يعني لعبه، يبي يحافظ على لياقته، يبي يحافظ على يعني تركيزه في المباريات، وهذا شيء طبعا يعني شيء كل فريق وحق لكل فريق. وتوصل الكرة إلى بيدرو، بيدرو يحاول يلعب هذه الكرة إلى عامر، عامر الحاجري، عامر ويقطعها بيدرو، ولكن الطول 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 وقرار ياسر مقصيص سليم، ياسر مقصيص كان قراره سليم في هذه اللعبة. في طبعا ركلة إدخال لصالح نادي التضامن، ناصر يحاول يسدد، يا سلام لو إنها كانت في الجول. يعني صحيح تسديدة كانت قوية ولكن غيرت اتجاهها وراحت بالجول، ولكن يطلعها أحمد جابر، هذا ناصر كابتن فريق نادي التضامن، أحمد جابر يطلع الكرة إلى كورنر لصالح نادي التضامن. تنفذ الكرة وناصر مرة ثانية، ولكن طبعا مرة ثانية ركلة إدخال محمد الحمادي اللي دائما ينفذ هذه الكرات. نشوف محمد طبعا ياسر مقصيد يقول له خليك في المكان اللي أنا أشرت لك، يجيب الكرة في هالمكان ولعب واستأنف وتوصل الكرة إلى ناصر، ناصر إلى سليمان كنجوني إلى عبد الله عبد الصمد، عبد الله يحاول يعدي ولكن تنقطع وياخذها مره ثانيه. عبد الله توصل مره ثانيه الى محمد الحمادي الى عبد الله، عبد الله يحاول يعرض ويسدد هذه الكره ولكن وين يا عبد الله وين؟ باقي خمس دقائق على نهايه الشوط الاول. طبعا الشوط الاول اللي لغايه الحين هدف يتيم لصالح نادي اليرموك طبعا في الدقيقة العشرة الأولى. إذا توصل عبد الله عبد الصمد مع الكرة ومضغوط من لاعبين اليرموك ويشتتها، بعيدة بالمدرج راحت الكرة. إذا ركلة إدخال لصالح نادي اليرموك، ركلة إدخال مورا، دخول مورا ودخول مشاري مزاعل وبيدرو بالتنفيذ، بيدرو تلعب الكرة توصل إلى ديفيد مورا إلى طبعا فهد غالب إلى بيدرو يسارة يسددها ولكن بعيدة بعيدة. إذا سليمان كنقوني إلى ناصر أمامية
توصل الكرة إلى أحمد جابر، أحمد جابر مع الكرة طبعا فهد غالب يحاول يدخل في هذه اللعبة، ولكن تروح توصل ديفيد مع توصل إلى مرة ثانية والطول طبعا من فهد غالب إلى فهد غالب طالت من الكرة، إذن توصل إلى عبد الله عبد الصمد اللاعب النشط إلى عامر أمامية، ولكن طبعا اختل توازن عبد الله عبد الصمد في هذه اللعبة. باقي 4 دقائق طبعا على نهاية الشوط الأول، 4 دقائق. توصل مورا إلى بيدرو، مرة ثانية، ولكن تطلع يطلعها طبعا لاعب نادي التضامن سعد صالح، يطلع هذه الكرة. توصل الكرة إلى نجيب، إلى بيدرو، إلى مورا، نشوف الهدف طبعا الثاني اللي يرموك، توصل ويعرضها، ولكن طبعا تروح إلى ركلة إدخال مرة ثانية لصالح نادي اليرموك. إذن تنفذ ركلة إدخال ثانية الناحية الثانية لصالح نادي اليرموك. هذا ديفيد مورا مع الكرة، ديفيد ينفذ هذه الكرة، ديفيد أمامية، توصل إلى نجيب، إلى ديفيد مرة ثانية، ديفيد مع الكرة يحاول، ولكن توصل لبيدرو، ما طالت من بيدرو، استحوذ عليها بيدرو، سددها، وكورنر لصالح نادي اليرموك بعد ما اصطدمت الكرة في ناصر. إذن تلعب الكرة من بيدرو إلى مورا بيسارة، ولكن تروح هذه الكرة. هذا مورا، هذا ديفيد مورا لاعب المحترف في صفوف نادي اليرموك الأسباني أو البرتغالي. توصل تلعب الكرة إلى طبعا يخطفها مورا وياب الجول، بالجول جول 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 ديفيد مورا، الهدف الثاني لصالح نادي اليرموك طبعا من كرة، طبعا بعد ما يعني نشوف الاشتراك ونشوف القوة، وأخذ الكرة وخطفها وسددها بالهدف، والهدف الأول الشخصي والثاني لنادي اليرموك طبعا بعد ما أخذ طبعا الكرة من سعد المري، ويعني باقي يعني في الدقيقة 17 نقول عنها، وباقي 3 دقائق على نهاية الشوط الأول، وقلنا الهدف يتيم يحتاج لهدف، وديفيد مورا صاحب هدف، وهدفين لليرموك ولا شيء للتضامن. يأخذ الكرة، توصل الكرة طبعا إلى بيدرو، ولكن تروح راحت منك يا بيدرو. إذن تنفذ الكرة أمامية ما وصلت لعلي الصدي من طبعا المري، توصل إلى ديفيد صاحب هدف اليوم، يأخذها مرة ثانية ديفيد مورا، توصل الكرة إلى أحمد جابر، إلى نجيب عادل، نجيب إلى ديفيد طبعا إلى المزيعل، توصل الكرة إلى بيدرو، الله، الهدف الثالث من كرة حلوة طبعا من عرضية طبعا بيدرو. نشوف هذه العرضية، هذه التسديدة، ولكن مشاري المزاعل صاحب الهدف الثالث لصالح نادي اليرموك. خلاص يعني هذه التسديدة، نشوف يا سلام، ياخذ هذه الكرة ويعدي وبيساره يعرض هذه الكرة ويودعها بالشباك طبعا مشاري المزاعل، الهدف الثالث لليرموك وهدف شخصي اول لصالح مشاري او المزاعل. اذا 3 وباقي دقيقتين
باقي دقيقتين على نهاية المباراة في الدقيقة 18 و17 هدفين متتاليين لصالح نادي اليرموك. إذن ثلاثة مقابل لا شيء، ثلاثة مقابل لا شيء. طبعا فريق نادي اليرموك يعني فريق كبير يضم عناصر طيبة سواء اللاعبين محليين أو محترفين، وطبعا نشوف يعني هذا ديفيد مورا، وطبعا عبد المحسن بوشيبة، وطبعا يعني يضمون لاعبين جيدين، لاعبين على مستوى عالي. إذا ديفيد مورا توصل الكرة مرة ثانية إلى جراح، إلى عبد المحسن بوشيبة، إلى مورا مرة ثانية، إلى نجيب، ولكن يغير رأيه مرة ثانية، يغير رأيه إلى نجيب. نجيب توصل الكرة إلى عبد المحسن، عبد المحسن ولكن تنخطف الكرة، بتوصل علي الصدي، ما لحق عليها، ما لحق عليها على الصدي في هذه اللعبة. توصل الكرة إلى سليمان كنجوني، إلى طبعا أحمد سعود، توصل الكرة طبعا إلى سعد المري، ولكن الطول وتروح. طلعت عبد المحسن إلى حمد حياة مع الكرة، كابتن الفريق حمد مع الكرة، يرد الكرة مرة ثانية إلى أحمد جابر أمامية، ولكن توصل إلى سليمان كنجوني طبعا أحمد سعود مع الكرة أمامية، توصل من المري وعلى الصدي، يعني ما يعني أي شيء هذه الكرة، وتوصل الكرة إلى حياة وسددها حياة، وباقي أقل من دقيقة على نهاية الشوط الأول. طبعا نادي اليرموك ما زال متقدم 3 أهداف ولا شيء للتضامن. يرموك طبعا في 20 نقطة اليوم تلعب الكرة وتتنفذ. طبعا نشوف هدف، ولكن تنقطع مرة ثانية من الخبرة، ياخذها طبعا حمد حياة، توصل إلى أحمد سعود يا سلام، أحمد سعود يحصل هذه الكرة، وطبعا سوى حركة حلوة يعني في هذه اللعبة. وطبعا نشوف طبعا هذا حمد حياة طبعا كابتن المنتخب الوطني ونادي اليرموك. إذن أحمد سعود مع الكرة إلى المري، و بعيدة ما وصلت لي عبد العزيز الحسيني في هذه اللعبة. نجيب حمد ثواني الأخيرة، وطبعا الكرة ما وصلت إلى جراح الناصر في هذه اللعبة، ما وصلت. إذن 3 مقابل لا شيء. طبعا توصل الكرة إلى علي الصدي، علي و9 ثواني، وتوصل الكرة إلى جراح، إلى علي الصدي، يحاول ترد الكرة إلى عبد العزيز، ولكن الطول وراحت. طبعا ركلة إدخال بوشيبة، ينفذ هذه الكرة، وطبعا يطلق صافرته طبعا حكم المباراة عبد العزيز الصراف على نهاية الشوط الأول بتقدم نادي اليرموك ب3 أهداف مقابل لا شيء. طبعا لنا عودة للاستوديو التحليلي بقيادة خالد العتيبي والمحلل الوطني حمد العثمان والمحلل الوطني نايف شجاع، ولنا عودة إلى الشوط الثاني إن شاء الله. يا الله استك يا رب.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، شكرا لزميلي المعلق منصور الشطي. إذا انتهى الشوط الأول ما بين فريقي اليرموك والتضامن بتقدم فريق اليرموك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. سنتحدث عن مجريات هذا الشوط مع ضيوفي داخل الاستوديو كابتن نايف الشجاع وكابتن حمد العثمان. كابتن نايف، أبدأ معك، قراءتك الفنية للشوط الأول وما تابعناه من خلال مباراة اليرموك والتضامن وتفوق فريق التضامن بثلاثة أهداف مقابل فريق اليرموك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على فريق التضامن. يمكن الشوط 3-0 انتهى اليرموك، وعطفا على اداء اليرموك اعتقد انه متوسط جدا، يعني ما شفنا اليرموك بالقوه اللي تعودنا عليه فيها. تحركات اللاعبين بطيئه، التسديد ما كان دقيق، التحرك القائم الثاني ما شفنا بشكل يعني ممتاز. شفنا يمكن ديفيد مورا الوحيد اللي تشوف اللاعب الوحيد اللي محافظ على نفسه في بالتمرير الدقيق. بقية اللاعبين أنا أعتقد ما أدري هل هم متهاونين في نادي التضامن. نادي التضامن شفنا يلعب دفاع منطقة كما عودنا، يعتمد على الهجمة المرتدة. يمكن ما هجم إلا هجمة واحدة عن طريق عبد الله عبد الصمد اللي انفرد فيها وضيع الكرة. يمكن أنا أعتقد إضافة الفريق بالشوط الأول اللي هو الكابتن ديفيد مورا، شفنا خطأ دفاعي من سعد المري. نعم. يعني ما كان المفروض انه يكون خطأ، هذا هدف على القائم الثاني اللي سجله المزاعل وجراح على القائم الثاني وديفيد مورا في الخطأ اللي هو اخذ خطف الكره. يعني انا اعتقد اليرموك استغل الاخطاء، يعني اليرموك ما ادى المستوى المعهود فيه في التحرك في الدوران، حتى ما شفنا ثقة لاعبين اليرموك داخل المباراة. نعم. يعني أنا أعتقد اليرموك شوط بالنسبة لي أقل من المتوسط، يعني ما هو غريب على اليرموك دائما يطلع في هذه فرصة عبد الناصر اللي ضيعها هني، يشوف الانفراد. يعني حتى الدقة، يعني اليرموك أنا أعتقد في تساهل كان في المباراة في الشوط الأول اللي خلى اليرموك يظهر بهذه الصورة. يعني التضامن لو كان أجهز من هذا من هالشكل أنا أعتقد كان ممكن يكون فريق ند قوي على هذا المستوى اللي قدمه نادي اليرموك. أنا أعتقد شوط بالنسبة لي أقل من المتوسط من الفريقين، يعني حتى يعني دفاع المنطقة كان في التضامن ما هو يعني ما هو بذاك التركيز العالي. شفنا فرص كثيرة لنادي اليرموك، أخطاء سهلة في التنظيم الدفاعي. نادي التضامن يعني حالة الهجومية منعدمة بالنسبة له، اللي هي حالة الارتداد. يعني نعم. هذه أنا أعتقد تعتبر خطأ، يعني ما يعتبر يعني فكر هجومي أو شيء. اللاعبين عندهم كلاعبين مميزين، بس أنا أعتقد الحالة الهجومية ما أعتقد أنهم عندهم القدرة لأنهم يجارون نادي اليرموك. نعم، أيضا قراءتك الفنية كابتن حمد العثمان للشوط الأول ما بين فريقي اليرموك والتضامن. يمكن اليرموك الاستعجال هو اللي خلاه يطلع بهذه الصورة، يمكن ما سجل بشكل سريع، يمكن مفكر أني أنا راح أسجل على التضامن بشكل سريع وممكن راح أسجل أهداف وايد. المفروض ما تتهاون مع أي فريق تلعب معه، وكل ما تأخر التسجيل اليرموك هو راح يصير ضغط على التضامن، هو اللي راح ياخذ ثقة أكثر إذا ما دخل في مرمى هدف. لو نلاحظ أنه بعد الهدف اللي سجله جراح الناصر بدأ اليرموك نشوفه من ناحية الهجومية يكون أفضل. يمكن اليرموك بالبداية ما كان في تنويع بطرق اللعب، يعني يمكن المفروض لما ينزل جراح الناصر المفروض يلعبون 3-1، 3 بالخلف ديفيد مورا مع بدرو مثلا أو مساعد الخضار يكونون على اللاين، وجراح الناصر دائما يفضل انه يكون لاعب ضد لاعب. جراح الناصر لاعب بيفوت، لاعب يتحرك على اللاين، عنده اجاده تحركات على القائم الثاني، شفنا اكثر من فرصه دائما وجوده على القائم الثاني لاي تسديده هو متابع. ايضا المفروض اليرموك اليوم يلعب طريقه يمكن كان يلعبها مع كاظم، يلعبها مع الفرق القويه، كان يلعب طريقه 4-0 عشان يسحب. نعم. التكتل الدفاعي من نادي التضامن، يستغل المساحات خلف المدافعين ويقدر يسجل. التضامن لعب دفاع منطقه زون، يمكن الحين ابو معاذ وشجاع انا لو تشاركني، لما تلعب دفاع منطقه زون شنو تبي؟ تسكر المساحات وبعدها
بعد الانطلاق الانطلاق منو اللي قاعد يروح بالانطلاقات؟ بس عبد الله عبد الصمد. عبد الله عبد الصمد، ولو يروح ما في مساند معه، شلون انت بتسجل؟ ابو معاذ يمكن بالصالات لو لاعب ضد حارس المرمى مو نفس كره القدم، صعب انك تسجل على حارس المرمى، عارف الملعب المرمى اصغر والحارس ممتاز، ممتاز دائما ينزل بالارض يسكر عليك، فاذا ما كان في مساند معاه مع بس وجود حارس المرمى انفراد ما تسجل، فما بالك ان عبد الله عبد الصمد قاعد يروح على اثنين على مدافعين اثنين وما في مسانده، شلون راح تسجل؟ يعني المفروض كان في عنده سعد المري، عنده الرشيدي، عنده عبد العزيز الحسيني، احمد سعود، المفروض في مسانده على الاقل ثلاثه ينطلقون وفي واحد يعمل لك تامين بالخلف، هذا كان المطلوب من نادي التضامن، لابد من المسانده لانك انت دفاع منطقه زون انت مرتاح بس مسكر المنطقه ولازم تعتمد على الانطلاقات السريعه الهجمات المرتده اللي يمكن انك تسجل على اليرموك هدف بعدها انت مثل ما نقول تفرض اسلوبك على اليرموك، لكن اليرموك بعد تسجيل الهدف الثاني والثالث شفنا اليرموك اخذ ثقه اكثر وبدا مثل ما نقول صار فيه هدوء اكثر، صار فيه مثل ما نقول احنا صبر اكثر في الوصول للمرمى، يمرر ويتحرك ويعمل الدوران بعدها يشوف اي لاعب يلقى اي ثغره يلعب عليها في الامام. نعم التضامن كابتن نايف يعني لا حول ولا قوه صراحه، يعني شاهد احنا متكتل في 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 يعني في الدفاع، يحاول يكون في يعني ارتداد سريع للهجوم، عبد الله عبد الصمد الوحيد اللي قادر على الوصول لسرعه هذا اللاعب، العدم تواجد يعني متابعه من اللاعبين لعبد الله عبد الصمد وزياده عدديه في الجانب الهجومي، يعني التضامن اليوم وضعه صراحه لا يسر من خلال الشوط الاول، يعني وهذه علامه استفهام مختلف تماما اذا بنتكلم عن مواجهته على الاقل الاخيره مع الكويت الشوط الثاني، معاذ هذه علامه استفهام، انت فريق يعني طوال الدوري وانت تلعب بهذا الاسلوب كان المفروض تكون اجادتك على اعلى مستوى فيه خصوصا في تغطية المساحات، اليوم اليرموك بأسوأ حالات أنا قاعد أشوفه وشفنا فرص كثيرة لليرموك يعني، فمعناته أنك أنت مو قاعد تطبق الطريقة الصح، عشان كذي شفنا الارتداد بس عبد الله عبد الصمد، ليش؟ لأن اللاعبين قاعدين يرجعون لتغطية المساحات، فصار عبد الله عبد الصمد لأن فكرة هجومي هو اللاعب الوحيد اللي يحاول يروح عنده وهو يتميز بالسرعة، فهذا خلى نادي التضامن أنا أعتقد سيء اليوم، أن إيجاد المساحات عدم الإجادة في دفاع المنطقة هو اللي خلى التضامن اليوم سيء، يعني اليرموك مو بحسن حالاته، يعني كان المفروض يعني اليرموك ما يوصل يعني على الاداء الهجومي اللي سواه نادي اليرموك، انا اعتقد له كورتين يعني بالكثير لانه ما في تحرك سريع، يعتمدون على خطا لاعب التضامن على ايجاد وجود خطا في التنظيم الدفاعي، وهذا يعني هذا ساعدهم لان اليرموك اليوم مو بحالته، انا قاعد اشوفه وجهه نظري ان اليرموك مو بحالته، حتى ديفيد مورا اللي عودنا على انه يدير اللعب ويخلي اللعب في دوران في تغيير اتجاهات في تغيير اسلوب لعب، اليوم ما شفنا ديفيد مورا موجود فيه، بيدرو اليوم يعني لاعب غائب بالنسبه لي انا، يعني حتى اللاعبين المميزين في نادي اليرموك اليوم ما شفناهم، الوحيد يمكن اللي انا شفته انا اقولها وجهه نظري جراح الناصر اللي نزل في الدقائق سوى حركه خلخله لانه كان يتحرك خلف المدافعين وكان يتحرك على الزوايا فخلى في ايجاد للمساحات اللي يجي القادم من الخلف تلعب الكره بالونتو او اللعب القطري صار في ايجاد للمساحات، بعد هذا ما شفنا شيء، مساعد الخضاري اللي عودنا على دائما بالمهاره العاليه يتجاوز اللاعبين ما شفناه، نجيب شفناه دائما في خط خلفي، حمد حيات يعني نادي اليرموك اليوم ما هو بوضع الطبيعي، اضافه حتى نادي التضامن يعني لا حول ولا قوه، كنت اتوقع انه يكون يعني لقى مفتاح اسلوب لعبه بعد الشوط الثاني مع نادي الكويت، اديت اداء ممتاز، سجلت، تحركت، كان فيه مسانده مو بس كان ناصر الرشيدي يتحرك من الخلف، كان عبد الله الشطي يتحرك من الخلف، شفنا كان تحركات في الشوط الثاني مع نادي الكويت، اليوم ما شفناها، اليوم بس شفنا محاولتين، محاوله اللي هي من الخلف ومحاوله جريئه من اللاعب الحسيني، غيره ما في يعني التضامن انا اعتقد محتاج شغل كبير واجد نعم. على اساس انه يقدر يجاري الفرق. نعم بس اليرموك اليوم كابتن حمد يعني بناخذ على مستوى اليرموك من المباريات في تذبذب، اليوم واضح ايضا خلال مباراه امام كاظم وفوزه على فريق كاظم في مباراه قمه، اليوم امام فريق صاحب المركز الاخير ما قدم شيء حتى وسجل ثلاث اهداف، لكن الفريق ما قدم يعني شيء على الاقل يبين انه نتيجه اللي امام كاظمه، يعني
خلال الشوط الاول احنا نتكلم. يعني اكيد يمكن احنا شفنا حتى المدرب ما يشرك المحترفين الاثنين، يمكن شفنا عمل على راحه بدرو، عمل على راحه ديفيد مورا، يعني ما كان يشرك المحترفين. نعم. يمكن فترات بسيطه كانوا مع بعض. ايضا اللي خلى شكل الفريق يطلع بهذه الصوره يمكن الدفاع المنطقه اللي عامله فريق التضامن، ودفاع المنطقه زون واغلاق المساحات، هذا اللي خلى اليرموك، يمكن اليرموك يعاني. اي فريق ممكن يعاني لما تلعب دفاع منطقه زون؟ احنا قلنا يمكن اليرموك كان لازم ينوع بطرق اللعب، ينوع، يستغل اللاين، يستغل العمق، يستغل الكرات الثابته. ايضا يمكن ساعه تكلم نايف كلامه، يعني انا ايد كلامه انه جراح كان يتحرك خلف المدافعين، يمكن لاعبين اللي بنادي اليرموك ما حد يتحرك من غير كره، لازم يمرر بعدها يتحرك. لو لاحظ ان جراح دائما يتحرك، اذا راح على اللاين سحب معه لاعب فضل عمق، واذا كان بالعمق دائما يسند الكرات، واذا اي تسديده من تسديدات نادي اليرموك تلقى جراح الناصر دائما متواجد على القائم الثاني. المفروض كان من نادي اليرموك التنويع بطرق اللعب واستغلال العمق وبعدها اللاين، وايضا ما شفنا اللعبات الثنائيه اللي تعودنا عليها. نعم. من نادي اليرموك، يعني مساعد الخضاري من اللاعبين هو وراضي الحمدان ومحسن بوشيبه، وايضا اللي هو السهلي دائما من نوع اللي يحبون اللعبات اللي تكون الوانتو او اللعب الجماعي اكثر. يمكن اليرموك احنا قلنا من قبل انه مستعيل، يبي يسجل، يبي يسجل، هذا الاستعجال اللي كان عند اليرموك هذا اللي خلاه يظهر بهذه الصوره. يمكن تشوفه بالشوط الثاني راح يؤدي ومستواه يكون افضل من الشوط الاول. نعم، الشوط الثاني كابتن نايف المطلوب من انا اعتقد التضامن، يعني التضامن، يعني التضامن انا اتوقع مفروض، مفروض انك تتحرر من اللعب دفاع المنطقه، يعني غير اسلوب الدفاع المنطقه، خل في انتقال لو لفترات دفاع ضغط في نصف منتصف الملعب. نادي اليرموك ما هم اللاعبين اللي دوران كبير وفريق جماعي كامل، لا، يعتمد على الكي مفتاح اللعب اللي هو نتكلم عنه اللي هو ديفيد مورا. بعد ديفيد مورا يبدأ نادي اليرموك، هني يبدأ دورك انت شون تغطي هذا المساحة. نادي اليرموك بيستمر بنفس الاسلوب. نعم، ننتقل إذن إلى الشوط الثاني ما بين فريق اليرموك والتضامن، وزميلي المعلق منصور الشاطي. لنا عودة مرة ثانية للقاء اليوم ما بين نادي اليرموك ونادي التضامن، طبعا استئناف الشوط الثاني بعده، ونشوف هدف رابع، نشوف هدف، ولكن طبعا تروح هذه الكرة. إذن طبعا انتهى الشوط الأول بثلاث أهداف لصالح نادي اليرموك ولا شيء للتضامن، طبعا عن طريق شاري المزاعل وجراح الناصر صاحب الهدف الأول وديفيد مورا. ديفيد مورا ثلاثة مقابل لا شيء لنادي اليرموك. إذن تلعب الكرة، طبعا دخول الحارس حسن أبل يأخذها علي، ولكن يطلعها مورا إلى ركلة ركلية لصالح نادي التضامن. إذن ثلاث أهداف، ثلاث أهداف مقابل لا شيء طبعاً. أحمد إذن طبعاً تنفيذ لصالح نادي علي، نادي التضامن. أحمد سعود، يا سلام يا سلام، ياخذها أحمد جابر بشكل حلو، وتسديده أحلى أحلى من أحمد سعود في هذه اللعبة. مورا مع الكرة، مورا يحاول يتقدم ولكن تقطع الكرة مرة ثانية، توصل من عبد العزيز الحسيني إلى علي الصدي، ولكن يأخذها مورا، مورا، مورا وعلي الصدي، مورا وعلي الصدي، ولكن في خطأ، في خطأ، أو الكرة طلعت، أو الكرة طلعت من مورا. طبعا حكم مباراة طبعا عبد العزيز صراف، وحكم ثاني ياسر مقصيد، و خليفة خدادة، وطبعا الميقاتي فجر اللغاني، وطبعا مراقب مباراة فيصل الشطي. إذن توصل علي، علي الصدي، طبعا توصل الكرة إلى طبعا سعد صالح، ولكن كانت قوية من سعد، كانت قوية. طبعا هذا ظاهر بالشاشة عبد الرحمن الشبري اللي توا داخل في الشوط الثاني ما أبي صفوف نادي اليرموك. موري عبد الرحمن الشمري إلى بيدرو، بيدرو يحاول، يحاول يعدي، وعدى بيدرو، لكن طبعا يأخذها عبد العزيز الحسيني، يعني بشكل حلو تصطدم الكرة في بيدرو، و
ولكن لا يطلعها عبد العزيز، توصل الكرة عبد الرحمن، عبد الرحمن يحاول يسدد ومورا يسدد هذه الكرة ولكن تروح تطلع على نادي، طبعا هدف كان راح على نادي اليرموك. إذا توصل الكرة إلى سعد صالح، سعد من علي الصدي إلى أحمد سعود، وهذا أحمد، هذا أحمد تطلع ركلة التماس لصالح نادي التضامن، أبول حسن أمامية توصل تروح الكرة إلى راضي الحمدان اللي توه داخل إلى مورا، مورا يحاول يعدي وتصطدم هذه الكرة، توصل مرة ثانية إلى أحمد جابر إلى ديفيد مورا مرة ثانية يحاول يعدي ديفيد المحترف البرتغالي، توصل إلى بيدرو، بيدرو مع الكرة إلى راضي، راضي الحمدان يحاول ولكن غير راية مرة ثانية إلى بيدرو، بيدرو مع الكرة توصل ويقطعها لاعب نادي التضامن مرة ثانية ولكن يطلعها علي، علي الصدي يطلعها ركلة إدخال لصالح نادي اليرموك، تلعب وتتنفذ، بيدرو يغير راية، بيدرو مع الكرة أمامية يحاول يعرض ولكن طبعا ديفيد، ديفيد مورا، ديفيد، ديفيد الطول منه، وهذا ديفيد الطول الكرة من ديفيد وتوصل إلى طبعا ركلة مرمى لصالح نادي التضامن، حسن، حسن أبو إلى أحمد سعود، أحمد سعود إلى سعد صالح، أحمد سعود سعد صالح، سعد مع الكرة مضغوط ويعني يعني كأنه لما رد الكرة كأنه صلح الكرة لراضي الحمدان وقال له سدد وسددها ولكن اصطدمت، اصطدمت وطلعت من أحمد من راضي، إذن توصل من الحارس إلى الحارس من حسن أبول، تتنفذ الكرة إلى مورا، مورا عبد الرحمن إلى مورا ولكن يأخذها علي، يأخذها علي، توصل الكرة إلى مورا، مورا يحاول يعدي ولكن في خطأ، في خطأ على علي، علي الصدي على في هذه اللعبة، يعني حاول ديفيد مورا يمر علي الصدي ولكن في خطأ، تتنفذ الكرة طبعا ياسر أبو القريب على اللعبة ويلاحظ كل اللعبات ويقول ثبت الكرة في المكان الخطأ، تنفذ هذه الكرة، إذا توصل إلى عبد الرحمن، عبد الرحمن يعدي، عبد الرحمن يعرض يحاول ولكن تطلع والطول وتروح من عبد الرحمن إلى ركلة مرمى لصالح نادي التضامن، حسن علي أحمد سعود أمامية توصل ولكن وين؟ إلى أحمد جابر، أحمد جابر توصل إلى بيدرو، بيدرو يحاول يعدي، يحاول يعدي، يعدي، يعدي ويحرض ياخذها حسن، ياخذها حسن، حسن مع الكرة توصل عبد العزيز حسيني، تنقطع إلى بيدرو، مورا ترد مرة ثانية إلى راضي، إلى بيدرو، إلى مورا، مورا مع الكرة يحاول إلى عبد الرحمن الشمري، إلى مورا يا سلام ولكن في خطأ، في خطأ، في خطأ وإنذار، في إنذار طبعا على سعد صالح، في إنذار على سعد صالح طبعا، في إنذار يعني في راح نعرف يعني ونشوف اللعبة يعني بالإعادة، نشوف اللعبة بشكل سليم، إذن في خطأ لصالح نادي اليرموك، في خطأ لصالح نادي اليرموك، حكم المباراة طبعا عبد العزيز الصراف ينذر سعد صالح، إذن عبد المحسن بشيبة ينفذ هذه اللعبة، توصل إلى بيدرو، إلى مورا، ياخذها علي الصدي ولكن راحت منك طويلة يعني من غير تركيز، من غير تركيز يعني لعب هذه الكرة، توصل إلى مورا، مورا عبد المحسن إلى مورا، هات وخذ ولكن والطول ولكن راحت، يعني كان في دخول من الحارس حسن أبو في هذه اللعبة ولكن الكرة عدت الكل وطلعت إلى ركلة مرمى لصالح نادي التضامن، التضامن إذن نفذ الكرة
أحمد سعود إلى عامر، عامر إلى أحمد، أحمد أمامية طويلة توصل، يا سلام يا عامر، يسدد يحاول، يعني الكرة كانت حلوة من عامر، استلمها بشكل سليم وتقدمه كان سليم وتسديدته، ولكن اصطدمت في لاعب نادي اليرموك إلى كورنر، تتنفذ الكرة عبد الناصر، ولكن وين يا الشطي، وين يا عبد الناصر، بعيدة بعيدة من عبد الناصر هذا اللي ظاهر بالشاشة، توصل بيدرو، بيدرو بيدرو مع الكرة، توصل عبد المحسن يحاول يعدي، ولكن طبعا يطلعها علي، علي الصدي طلع هذه الكرة إلى ركلة إدخال لصالح نادي اليرموك، بيدرو بيدرو بيدرو، عبد المحسن توصل إلى مورا، ترد مرة ثانية، ترد مرة ثانية، خمس دقائق الأولى من بداية الشوط الثاني، إذن تتنفذ ويسددها بيدرو، ولكن يأخذها حسن، يأخذها حسن أبول، إذن توصل عامر، عامر الهاجري يحاول، توصل كرة إلى عبد الناصر، عبد الناصر إلى علي، علي الصدي أمامية إلى عامر براسه، ولكن يأخذها نجيب، يردها، يرد هذه الكرة، توصل الكرة إلى نجيب مرة ثانية إلى عبد المحسن أبو شيبة، ولكن يطلعها أحمد سعود إلى ركلة إدخال لصالح نادي اليرموك، مساعد إخضاري حمد حياة، توصل كرة إلى نجيب عادل، نجيب عادل إلى مساعد الإخضاري إلى نجيب عادل، وطالت راحت يعني على عبد المحسن وشيبة، توصل علي، علي إلى عبد الناصر، عبد الناصر إلى عامر، عامر أمامية توصل، ولكن يبيها هات وخذ مع عبد الناصر الشطي، ولكن كانت الكرة بعيدة، عبد المحسن مساعد، مساعد مع الكرة، مساعد توصل الكرة إلى نجيب، نجيب عاد إلى عبد المحسن، عبد المحسن إلى حمد، إلى نجيب، يسدد نجيب، ولكن تروح، توصل لحسن مرة ثانية، أحمد سعود مضغوط منه من عبد المحسن بوشيبة، أحمد سعود ويطلعها ويشتتها بمبدأ السلامة، يعني كان مضغوط، ولأن لو انخطفت الكرة ممكن هدف، إذن ثلاثة مقابل لا شيء لصالح اليرموك، طبعا من أقدام جراح الناصر و ديفيد مورا ومشاريم زيل، وهذه تسديدة من حمد حياة، ولكن تروح وطول وبعيدة عن المرمى، عامر مع الكرة، عامر يحاول يعدي، ولكن نجيب يا سلام بشكل حلو، ويأخذ الكرة وتوصل الكرة إلى طبعا مساعد، ونقول سلامات، سلامات لنجيب عادل، يعني كان في طبعا طبعا نقول سلامات، سلامات يعني في دخول قوي طبعا في هذه اللعبة، يعني نشوف، نشوف هذه اللعبة طبعا نشوف، شوف يعني خطرة، ونقول ان شاء الله، ان شاء الله سلامات، ان شاء الله سلامات، يعني اللاعب ما كان قاصده يعني في هذه اللعبة، وافترت ريولة، وهذه خطرة وكرة صالات، و يعني إن شاء الله تكون سليمة، ونجيب عادل لاعبنا ولاعب المنتخب الكويت الوطني ونادي اليرموك، إن شاء الله يواصل، إن شاء الله تكون سليمة، وأخذ العلاج الطبي من طبعا دكتور الفريق، إن شاء الله سلامات، سلامات إن شاء الله، إن شاء الله يعني إن شاء الله يأخذ راحة شوية، نوع من الاستشفاء وكذا، ويدخل مرة ثانية المباراة، ويكمل المباراة مع زملاء، وما يعني ما نبي أي إصابات، وما نبي إن شاء الله تكون مباراة حبية، تكون مباراة يعني الكل يستمتع فيها، كلنا كلنا في المباراة استمتع في هذه المباراة، اللاعبين الحكام الجمهور، أنا أعرف وراء الشاشة كثيرين يطالعون ويتابعون دوري الصالات الكويتي، دوري يعني على مستوى عالي، لاعبين على مستوى عالي، سواء محترفين سواء محليين، طبعا نشيد في الكل، مستوى تحكيم، طبعا محللين، الكل الكل مستمتع في الدوري الصالات الكويتي، حمد حياة مع الكرة، حمد حياة، ولكن تصطدم وكرة إدخال، هذا حمد
طبعا كابتن المنتخب الكويت الوطني ونادي اليرموك وهو علامة فارغة طبعا في نادي اليرموك والمنتخب الكويت الوطني. حمد ينفذ هذه الكرة بالجول وترد مرة ثانية وتصطدم وتروح إلى عامر وياخذها. يعني هذه اللي قلنا عنها. حمد سدد الكرة في المرمى وكانت اللعبة خطرة جدا وكان ممكن الهدف الرابع يوصل لنادي اليرموك. إذن كرة طويلة توصل ويطلعها عبد المحسن بوشيبة إلى ركلة إدخال لصالح نادي التضامن. ركلة إدخال. إذن عبد الناصر الشطي يعني حاول ينفذ هذه الكرة وتتسدد من عامر وتصطدم إلى كورنر ركنية. يعني ركلة زاوية. عبد الناصر توصل إلى عامر. طبعا من عبد الناصر الشطي إلى عامر الهاجري وسليمان. طبعا أحمد جابر سريعة ويطلعها طبعا حارس المرمى حسن أبول. هذا عامر لاعب نادي التضامن. تنفذ الكرة. حمد توصل إلى جراح وترد مرة ثانية الكرة. توصل يأخذها أحمد جابر ويطلعها إلى ركلة طبعا إدخال لصالح نادي التضامن. عامر مع الكرة. عبد الناصر الشطي يحاول يرد الكرة. حسن بيسارة أمامية توصل بالرأس. يا سلام لو إنها انصادت. يا سلام لو إنها راحت طبعا من سعد المري. لو كانت رايحة بالجول تكون حلوة. إذن طبعا لغاية الحين 3-0. عبد الناصر وتوصل الكرة إلى عبد المحسن بوشيبة مع الكرة. شوف اللي يرموك من غير محترفين ولكن ضاغط. ولكن يعني نشوفه يستحوذ على الكرة. يحاول نادي اليرموك يشرك عدد كبير من لاعبينه اللي هو الحين في المركز الثالث ب20 نقطة على ما فاز اليوم. يكون ب23 نقطة يكون طبعا مركز الثالث بعد كاظمة اللي 36 نقطة والكويت اللي ب39 نقطة. ولكن نادي كاظمة له 15 مباراة والكويت 14 مباراة وطبعا اليرموك مع مباراة اليوم تكون 15 مباراة. 8 دقائق طبعا يعني من بداية الشوط الثاني ولغاية الحين 3-0. وتتنفذ الكرة. تتنفذ توصل إلى حسن أمامية إلى أحمد جابر. نجيب عادل طبعا سلامات نقوله بعد الإصابة ودخل ويكمل المباراة مع زملائه. وجراح الناصر توصل الكرة إلى بيدرو يتقدم وعبد الناصر الشطري يعني لكن طول وراحت بعدت من بيدرو. إذن ركلة إدخال لصالح نادي طبعا التضامن. عبد الناصر توصل إلى حسن إلى عامر توصل إلى عبد الناصر مرة ثانية وتصطدم يعني. وطبعا إن شاء الله سلامات ضربت في يعني في وجه اللاعب في وجه طبعا عبد الناصر الشطي. وهذا يعني نقول سلامات وكرة خطرة يعني وإن شاء الله يكمل مع زملائه. عبد الناصر الشطي كمل مع زملائه طبعا في المباراة. وهذه إصابات ملاعب وما نتمنى أي لاعب ينصاب. وهذا عادل طبعا نجيب عادل اللي قبل شوي يعني كانت له إصابة خطرة وسلامات. وهذه المرتدة من المري ولكن يطلعها نجيب يعني كانت كرة حلوة ولكن كورنر. حكم مباراة طبعا الصراف يقول كورنر. عبد العزيز الصراف كورنر طبعا للتضامن. لغاية الحين النتيجة 3-0 لصالح نادي اليرموك. تنفذ الكرة. عبد الناصر يسدد توصل إلى أحمد. توصل إلى فهد غالب. بيدرو عبد طبعا جراح
جراح الناصر فهد غالب وعبد الناصر الشطي يدخل في هذه الكرة وتضرب الكرة في فهد غالب وركلة إدخال لصالح نادي التضامن. يحاول يعني نادي التضامن أنه يأتي بهدف ولكن يحاول أنه أكثر يحافظ على شباك أنه ما يزيد غلة الأهداف في شباك نادي التضامن. يعني معروف نادي اليرموك يمتلك لاعبين على مستوى عالي. إذن 10 دقائق طبعاً من طبعاً بداية الشوط الثاني وعشر دقائق على نهاية المباراة والشوط الثاني اللي متقدم فيه نادي اليرموك. بيدرو ينفذ هذه الكرة إلى نجيب جراح الناصر إلى بيدرو إلى نجيب عادل يسدد ولكن تروح الكرة إلى حسن أمامية توصل إلى عبد الله هو الجول يسددها لو إنها راحت. ياخذ بيدرو مرة ثانية فهد مع الكرة ويا سلام عليك يا فهد يحاول يعدي على مرحلتين وعلى ثلاثة ولكن الطول وراحت منك يا فهد غالب في هذه اللعبة الحلوة. إذن حسن أمامية توصل إلى المري ياخذها يستلمها بصدره ولكن الطول إلى أحمد جابر وتوصل مرة ثانية إلى فهد غالب إلى بيدرو المحترف البرازيلي بيدرو مع الكرة يحاول يعدي يسدد ولكن تروح راحت على يمين طبعا حسن أبو الحارس مرمى اللي دخل طبعا في الشوط الثاني الشوط الأول كان طبعا سليمان كنجوني كان بالشوط الأول. إذا أنت اللعب الكرة ياخذها عم عامر يا سلام عليك يا نجيب يعني عامر الهاجري توصل إلى حسن ياخذها فهد غالب إلى بيدرو مرة ثانية إلى نجيب يحاول يسدد ولكن يرد مرة ثانية إلى بيدرو توصل إلى أحمد جابر إلى بيدرو توصل بيدرو ولكن تصطدم في خالد المطيري إلى كورنر تضرب في خالد المطيري وتحول الكرة إلى ركلة زاوية لصالح نادي اليرموك اللي لغاية الحين 3 لليرموك ولا شيء للتضامن وهذه الكرة والركنية الثانية لصالح نادي اليرموك. بيدرو وتوصل لفهد غالب ولكن كان يبيها لنجيب عادل وكانت كرة قوية جدا من فهد غالب. زيعل دخل وتوصل الكرة إلى حسن وناصر الرشيدي يحاول يعدي ولكن الطول من ناصر كابتن فريق نادي التضامن. نجيب عادل إلى بيدرو يحاول يتقدم إلى نجيب عادل مع الكرة إلى بيدرو توصل الكرة مع بيدرو وهاتو خذ يا سلام ويسدد بالجول الله راحت طبعا من يعني لعبة كانت خاطفة طبعا من لاعب نادي خالد المطيري يعني اللي سدد هذه الكرة ولكن كان يبي يخطف الهدف. الحارس كان متقدم احمد جابر نوعا ما وطبعا ضربت فيها احمد جابر وكورنر وتنفذت هذه الكرة من ناصر الرشيدي وبعيدة وطلعت الى ركلة مرمى. توصل بيدرو مع الكرة يحاول يعدي مع الكرة إلى نجيب مرة ثانية إلى ديفيد مورا إلى بيدرو يحاول يعدي توصل مرة ثانية إلى ديفيد وبيدرو برازيلي محترف ولكن لقاية الحين ما شفنا يعني شيء جدي منه. إذن توصل الكرة إلى عبد الله عبد الصمد وطويلة وعبد الله عبد الصمد سريع ولكن الكرة أسرع من عبد الله عبد الصمد. إذن توصل الكرة إلى ديفيد روما
ديفيد موري، موري الى بيدرو، بيدرو بيدرو بيدرو، توصل الى نجيب، يا سلام لو انها رايحه، يا سلام من نجيب عادل، حلوه الكره، حلوه هذا نجيب، هذا نجيب يعني اخذ وحاول يطوح اللاعب وحاول انه يسدد في المرمى، لكن تصطدم وتطلع الكره الى لعبه ادخال، ركله ادخال لصالح نادي اليرموك من بيدرو الى مورا، يا سلام صدره، ولكن ياخذها خالد المطيري، نجيب، وفي خطا على نجيب، في خطا، في دفعه، في احتكاك من نجيب. اذا اللعب عامر عامر عامر، توصل كره، هات وخذ مع خالد المطيري وعامر، ولكن الطول، وتطلع الكره الى ركله طبعا ادخال لصالح نادي التضامن. خالد خالد اماميه، توصل الى عبد الله عبد الصمد، ولكن تنقطع، تنقطع من بيدرو، من بيدرو، توصل الكره الى ديفيد مورا، ولكن يا سلام عليك يا حسن، يا سلام عليك يا حسن ابو الهاد، هذا حسن اللي طلع هذه الكره، وطلعها من امام ديفيد مورا اللاعب البرازيلي المحترف المهاري، والى كورنر، تتنفذ من بيدرو، يحاول يحاول يعني يخدع الكل ويسددها في المرمى، توصل مره ثانيه الى ديفيد، الى حمد، حمد مره ثانيه الى ديفيد، ديفيد مع الكره اماميه الى حمد، ويحاول يسدد، ولكن بالشبك من برا، الشبك من برا، هذا حمد، هذا حمد طبعا اللي سدد هذه الكره. حسن مع الكره، توصل الكره الى خالد، خالد الى عبد الله عبد الصمد، الى ناصر الرشيدي اماميه، ولكن تضرب في بيدرو، تضرب في بيدرو، يعني يقول بيدرو لاعب محترف ومجتهد في الملعب، ولكن يعني لغايه الحين في المرمى ما شفنا يعني لغايه الحين انه اصاب المرمى او كانت كره خطره يعني له، ولكن عنده جهد كبير في الملعب. اذا هذا بيدرو، هذا بيدرو وجهده المتعارف، وهذه التسديده كنت ابي يرد علي، كنت ابي يرد علي في هذه اللعبه، وتكون بالشباك من بيدرو، من بيدرو، ولكن بعدت. اذا لاعب مجتهد، لاعب يعني نشوف انه يركض في الملعب يعني، ولكن نبي الفينشينج، نبي النهايه، نبي نشوف الكره، الكره اهداف، الكره اهداف، الحلاوة اللعب كله بالأهداف، وطبعا الأهداف ترقي مستوى أي فريق. إذا طبعا مزعل مشاري، مزعل اللي ظاهر بالشاشة، تتنفذ الكرة من خالد إلى ناصر إلى حسن أمامية، يأخذها مورا إلى حمد، حمد حياة، حمد يحاول 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 يسدد، يحاول وسدد، سدد، ولكن تصطدم، وكورنر لصالح نادي اليرموك، هذا حمد حياة، هذا حمد. إذن هذا كورنر، باقي 6 دقائق على نهاية طبعا الشوط الثاني والمباراة، ولا زال التقدم لصالح نادي اليرموك بثلاثة أهداف، بثلاثة أهداف، هي النتيجة كلها في الشوط الأول. الشوط الثاني يأتي من الأهداف، يحتاج يعني نحتاج لنا هدف سواء من اليرموك أو من التضامن، وأنا أتمنى من التضامن طبعا، أتمنى يعني قرب اللعبة وتقلص الفارق ما بين الفريقين، ونشوف مباراة أحلى وأحلى. إذن حمد حياة طبعا اللي ظاهر بالشاشة في هذه اللعبة، اللي طلع هذه الكرة، إذا توصل الكرة إلى ناصر كابتن فريق نادي التضامن، إلى خالد، خالد إلى حسن، حسن أبو الأمامية، توصل عبد العزيز حسيني، وفي الخطأ، وطبعا اصطدمت في طبعا مزاعل. إذا توصل، توصل إلى مورا، مورا مورا، هو حمد، حمد جول 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 جول، راحت راحت يا حمد، حمد حياة راحت منك هذه الكرة، يعني كانت قريبة أن يجيب هدف رابع، ولكن
طبعا كان الحارس نشوف هذه طبعا الكره شلون الحارس سكر الزاويه سكر الزاويه والطريق على حمد حيات في هذه اللعبه. حسن ابل حارس مرمى نادي طبعا التضامن وطبعا راح ياخذ طبعا العلاج اللازم من دكتور الفريق. طبعا يعني نشوف ان في كانت اصابه يعني من طبعا حارس المرمى حسن ابل وهذه اللعبه وهذه التسديدات وكرات كثيره طلعها يعني حسن ابل خاصه في الشوط الثاني من هذا جراح الناصر وطبعا اللي يعني سدد هذه الكره وهذه الكره الطويله اللي يعني كانت من عبد الله عبد الصمد اللي راحت وبيدرو يعني اللي كنت اتمنى انه يجيب هدف في المباراه. اذا استأنفت المباراه وتوصل وطالت من خالد المطيري في هذه اللعبه تنفذ الكره توصل من حمد الله طبعا مساعد الخضاري صاحب هدف مساعد طبعا الخضاري بعد طبعا نشوف التمريره طبعا من المزاعل الى حمد حيات اللي مرر هذه الكره الى مساعد الخضاري وطبعا اللي حقق الهدف الرابع لنادي اليرموك وهدف اول شخصي لمساعد الخضاري اربعه لا شيء وهذا مساعد هل يجيب الخامس توصل مره ثانيه ويسددها مساعد وتروح طبعا الى طبعا نشوف هذه اللعبه الى مساعد حمد ياخذها حمد ويطلعها حسن ابول الى طبعا ركلة إدخال أربعة ونص يعني باقي أربع دقائق وثلاثين ثانية طبعا على نهاية الشوط الثاني والمرات يعني شفنا ثلاث أهداف في الشوط الأول وهدف يتيم في الشوط الثاني وكلهم لصالح نادي اليرموك اللي يحاول أنه يحرز الهدف الخامس من تمريرة طبعا كابتن الفريق المخادع طبعا حمد حيات. ركلة مرمى لصالح نادي التضامن حسن ناصر رشيدي يحاول يعدي وعدى وتوصل الكرة إلى علي الصدي يحاول وتوصل وتنقطع من مساعد الخضاري إلى حمد حيات إلى مورا توصل الكرة إلى المزيعل إلى مساعد مورا يحاول يسدد ولكن تروح راحت منك يا مورا ديفيد مورا في هذه الكرة طبعا صاحب هدف مباراة اليوم ديفيد مورا. حسن تنفذ الكرة خالد المطيري إذن كان مضغوط عليه وسددها توصل إلى طبعا حارس المرمى وأربع دقائق على نهاية الشوط الثاني والمباراة وتوصل إلى مساعد الخضاري إلى ديفيد مورا إلى حمد مع الكرة يحاول يسدد و ياخذها طبعا ناصر مبدا السنه ما يطلع هذه الكره الى ركله ادخال لصالح نادي اليرموك اللي طبعا لغايه الحين اربعه مقابل لا شيء وباقي يعني نقول اربع دقائق الا يعني توصل الكره الى حسن الى ناصر إلى علي الصدري إلى ناصر الرشيدي مرة ثانية عبد العزيز الحسيني مع الكرة توصل وأعتقد يعني عبد العزيز طلع الكرة لياسر مقصيد حكم مباراة كان متواجد وممكن توهم له ورد الكرة ل يعني إنه في زميله واقف في هذا المكان. إذن راضي الحمدان يحاول وتلعب وتوصل الكرة عبد الرحمن الشمري إلى المزيعل توصل إلى راضي يحاول يعدي ولكن طلعها علي الصدي
علي الصدي طلع هذه الكرة إلى ركلة إدخال وثلاث دقائق على نهاية المباراة بعد تفوق نادي اليرموك اللي اليوم بعشرين نقطة وبعد هذه المباراة راح يكون بثلاثة وعشرين نقطة ويكون يعني بالترتيب للحين مركز الثالث إلى حق نادي الكويت وكاظمي. علي الصدي معاه الكرة توصل كرة أحمد سعود أمامية طبعا ولكن من المري ولكن بعيدة على علي الصدي. هذا علي الصدي اللي رد يعني بعيد الكرة كانت راضي نجيب عادل إلى راضي الحمدان راضي يسدد ولكن راحت منك يا راضي. كانت كرة حلوة كرة جميلة لو إنها في المرمى تقدم جميل كان منه ولكن تسديده كانت قوية وعدت على يمين حسن أبل توصل أحمد سعود أمامية ولكن ما عنده ما في أحد ويا علي الصدي. جراح ناصر مع الكرة إلى الشمري يحاول يعدي إلى جراح يعرض هذه الكرة وترد مرة ثانية ويأخذها ويطلعها أحمد سعود توصل إلى جراح توصل وتطلع لغاية الحين الكرة ما طلعت وطلعت لصالح نادي اليرموك. عبد الرحمن الشمري بالتنفيذ كرة إدخال عبد الرحمن توصل إلى نجيب ودقيقتين على نهاية المباراة وتوصل إلى نجيب عادل الكرة وراضي الحمدان يحاول ولكن هل نشوف هدف للتضامن يعني في دقيقتين أو نشوف هدف خامس لنادي اليرموك. توصل كرة إلى جراح الناصر إلى راضي الحمدان يحاول يسدد ولكن تصطدم في طبعا علي الصدي إلى طبعا كورنر أو ركلة إدخال لصالح نادي اليرموك. إذا تنفذ الكرة توصل إلى المري أمامية توصل لكن راحت منك. سعد صالح إلى المري ولكن تطلع هذه الكرة كورنر لصالح طبعا ابعاد يعني حتى نشوف ابعاد وتتنفذ هذه الكره يعني فسعد كان بعيد عن الكره. اذا توصل الكره الى حسن مع الكره توصل نشوف هدف يا سلام الله لو انها رايحت ها بالجول ولكن ترد مره ثانيه وتطلع الكره يعني الى طبعا نشوف الكره طبعا كانت كرة حلوة من نادي اليرموك وحارس مرمى نادي التضامن وإذا توصل كرة من نجيب ولكن طالت جراح الناصر. نشوف هذه اللعبة ونشوف حسن أبول كنا نتمنى أنها كانت بالجول ولكن نجيب سدد هذه الكرة وضربت في العارضة. إذن 50 ثانية على نهاية المباراة وتتنفذ الكرة وتوصل الكرة إلى أحمد جابر طبعا نادي اليرموك 4 لا شيء التضامن وتوصل الكرة عبد الرحمن إلى جراح الناصر يأخذها أحمد سعود مع الحسيني أو المري أحمد سعود وسعد المري توصل الكرة إلى حسن أحمد سعود مع الكرة ومضغوط راضي الحمدان يضغط ويأخذ الكرة جراح الناصر ولكن تطلع من جراح الناصر إلى ركلة إدخال لصالح نادي التضامن. خلاص يعني الوقت انتهى يعني نقول نهاية المباراة يعني و 4 مقابل لا شيء 10 ثواني يعني على نهاية الشوط الثاني والمباراة مباراة اليوم يعني
ما بين الفريقين نادي التضامن ونادي اليرموك ومقصيد، يقول يعني قريب على اللعبة، دقيق مقصيد، دقيق في الكرات هذه. إذا انت توصل إلى حسن وطبعا في خطأ طبعا لصالح نادي، طبعا هذا حسن يحاول وخطأ على نجيب عادل، وأربع ثواني على نهاية المباراة، وحسن يضحك وهو راجع يضحك، مباراة يعتبرها حبية، وهذه التسديدة بالجول، جول سعد صالح، وهدف من ضربة حرة مباشرة في الجول، وهدف أول لي طبعا التضامن بالأربع ثواني الأخيرة، وطبعا أربعة مقابل واحد، ونشوف سعد صالح سدد هذه الكرة وراحت جول لصالح نادي التضامن. إذن صفر حكم المباراة طبعا عبد العزيز الصراف على نهاية المباراة بفوز نادي اليرموك بأربع أهداف مقابل هدف للتضامن، ويبقى نادي اليرموك ب 23 نقطة وبالمركز الثالث، ويبقى نادي التضامن بلا شيء من النقاط. لنا عودة لاستديوهاتنا التحليلية بمقدم البرامج خالد العتيبي والمحلل والمدرب الوطني حمد العثمان ومحلل ومدرب الوطني نايف شجاع والخبير التحكيمي عادل الشطي على الخير والمحبة. نلتقي معاكم محدثكم منصور عبد الله الشطي.